الحمد لله رب العالمين، أمرنا أن نكون إيجابيين مع أخواننا متعاونين متضامنين، لأوطاننا حافظين في سبيل ديننا وأمتنا باذلين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رائد البذل والعطاء والإيجابية. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعترته الزكية. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إننا في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة من تاريخ بلادنا في أمس الحاجة إلى الإيجابية والبذل والعطاء. شعبنا وبلادنا في مرحلة حساسة فيالي بعد ثورة ومضاها تقريبا دورت حوالي 9 سنوات بعد الثورة، وما زالت الشعب والبلاد تستحق إلى مزيد من الاستقرار والأمن وإصلاح الاقتصاد والفلاحة والسياسة والتربية والكثير من الجمعيات الضرورية. بالتالي البلاد تمر بمرحلة حساسة، وبالتالي علينا أن نتحلى بالإيجابية والبذل والعطاء، وأن ننخرط في جهد جماعي يدعو إلى العمل ويحث على الإنتاج ويؤسس إلى نسيج من العمل الجمعياتي الذي يعود نفعه على الفرد والمجتمع. كما يجب علينا أن ننبذ السلبية، رد بالك يا مصر لا تكون سلبي في أي موقف في أي وضعية وفي أي مرحلة وفي أي حالة مربعة، لابد أن يكون لك رأي وموقف وفعل ومبادرة وعمل. كما يجب علينا أن ننبذ السلبية وأن نساهم في العملية السياسية من خلال المشاركة في إنجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية، لأنه كلها نسبة برشا. البلاد فاسدة والسياسيين فاسدين والشعب فاسد والأمة فاسدة والدنيا هالكة وما تقوملناش مايمة، هذا الكلام نسبوه من برشا ناس. هذه دعوة للسلبية، بالعكس حياة لازم يكونوا إيجابيين. فما ناس قالت لك ما نمشيش وما ننتخبش، يا أخويا هذا حقك وهذا واجب عليك. والله واجب وطني، وطني واجب ديني أنك تختار من الأمة بتاعك من البلاد بتاعك من الشعب بتاعك من يصلح. أنت تعرف، أنت تعرف، أنا ما نقولكش لكن واجب عليك أنك تنتخب وأنك تشارك وأنك تكون إيجابي وأنك تحكم عقلك وأنك تعرف تختار من خلال المشاركة في إنجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية بما تبنيه علينا ضمائرنا، أنت ضمير بينك وبين مولاك، وبما نرى فيه مصلحة لوطننا وأمننا. شوف اللي فيه مصلحة الوطن، شوف اللي فيه مصلحة الأمن، شوف اللي فيه مصلحة الاستقرار. هذا هو اللي تشوفه وحكم عقلك وانت بينك وبين ضميرك، ولا يطلع عليك أحد إلا الله سبحانه وتعالى. واعلم عباد الله أن هذه من الأمانات التي سنسأل عنها بين يدي الله تعالى. احنا الأسبوع اللي فات تكلمنا على المسؤولية والأمانة، واليوم نزيد نأكد على أن العمل هذا هو أمانة وطنية ودينية، وسوف نسأل عنها بين يدي الله، حيث قال جل وعلا: ستكتب شهادتهم ويسألون. نهار تدخل في الخلوة وتاخذ القلم وتعمل العلامة، هذيك شهادة منك. يعني كتقول أنا منتخب هذا فلان هذا، أنت شهدتي بأني أنا باهي. هيك شهادة اللي شهدتها لي أنا وقت اخترتني أنا وعملت علامة قدام اسمي. هيك الشهادة مش يسألك عليها ربي. تقول لك يا مؤمن، هل اختيارك وشهادتك اخترتها من أجل الوطن، من أجل الشعب، من أجل الأمة، من أجل المصلحة، من أجل البلاد، أم من أجل النزوات والأموال والمصالح الخاصة؟ ستكتب شهادتهم ويسألون. وتحضرني في هذا المقام تلك الحكمة الإنجليزية
الإنجليزي القائلة: خير لك أن تضيء شمعة بدلا من أن تلعب الظلام. إحنا لعنة الله على لعنة الله على الظلام. أو تلعن الظلام عامل شيء يا أخي، طب أنت وقف الظلام. ما كثير ما تحبش الظلام، والظلام قلبك وتلعب فيه وتسب فيه، ما تسبوش سيبه. شعر يمكن هنا شعر هيك الظلام تو يذوبه يذبح شعر شعر باش يشعر شعر بالإيجابية وبالفعل وبحسن التدبير وحسن الاختيار والمشاركة والفعل والإقدام. ملا هيك الشعر: خير لك أن تضيء شمعة بدلا من أن تلعن الظلام. سيبوه الظلام وخليه يظلم وانتم مشاعر الشمعة. وإن أسوأ ما ورثناه من أنظمة الاستبداد، أكثر حاجة ورثناها من الأنظمة القديمة المستبدة اللي كملت على تونس 50 سنة، أنها احتكرت النشاط ومنعت المبادرة. شكلنا قبل الثورة حتى واحد ما يبادر، حتى واحد ما يعمل. الزعيم هو اللي يقول: لا أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد. اللي يقول لكم: أنا تصلي أنتم ما تعرفوش ربكم. أنا هنا أنا أبو العربي. مش قلنا هكا قبلنا؟ كنا مش الناس كلها كنا هكا راضيين مشاركين ساكتين الكل في الحقبتين البرجيبية والتمراني. هيك إيه شكل حال الشعب التونسي، أن هذه الأنظمة احتكرت النشاط ومنعت المبادرة. نتذكر أنه أنت تلمد شوية مواد غذائية تعاون بها فقير تمشي للحبس. شكون قال هذا عنده نوايا سياسية هزوه للحبس؟ تعاون فقير حتى الإنسان وقتها ما بقاش عمر لا يعطي ولا فهمت. شكون يعطي؟ يعطي كان سيفلان. أنها احتكرت النشاط ومنعت المبادرة وضيقت مجال العمل الخيري والتطوعي والجمعيات. ما لا ثم جمعيات كما تو، ثم مجتمع مدني كما تو. السيد اللي زلتوا به في الحبس شكون اللي قام بالقضية ضده؟ ما هي جمعية أبناء، مش الحكومة ولا الأحزاب، جمعية أوكي من المجتمع المدني سجل به في السجن وضيقت مجال العمل الخيري والتطوعي والجمعياتي وهو ما يعرف بالمجتمع المدني. فلا هي عملت لهما خدمه، فلا هي عملت وانجزت، ولا هي تركت المجتمع يعمل ويبادر ويبدع. ونحن مطالبون اليوم بتصحيح عدة اخطاء في هذا المجال، واهمها ان ينطلق الافراد والجمعيات والمؤسسات لاخذ زمام المبادره في المجال العلمي والقانوني والحقوقي والاجتماعي والمدني والثقافي والإغاثي والبيئي. هذا دور المجتمع، راهو مش دور الدولة، هو مش دور الحكومة، هذا دور المجتمع المدني. فهل تعلمون أن مساهمة المجتمع المدني في أوروبا تفوق مساهمة الدولة؟ اللي يعمل المجتمع المدني في أوروبا إنفاق وفلوس وجمعيات خيرية أكثر من دعم الدولة. يعني المجتمع المدني يتدخل وينفق ويصلح ويحسن اكثر من تعب الدوله. احنا شديد كان الدوله ما عملتش الدوله كذا. يهودي كل ايجابيه خلينا نخرج ان مساهمه المجتمع المدني في اوروبا تفوق مساهمه الدوله، وهذا بالضبط ما عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: احب الناس الى الله انفعهم للناس. راهو اكثر واحد يحبوا فينا نحن تو هكا، خلينا نحكوا الشيء هذا. اكثر واحد فينا يحب ربي، ما هوش اللي صلى اكثر واللي صام اكثر واللي قرا القران اكثر واللي جاء الجامع اكثر، لا لا لا. اذا ثم واحد فينا هو اكثر واحد ينفع في الناس في الشارع، هكذا اللي يحب ربي اكثر من الاخرين، قبل اللي يقرا القران وقبل اللي يصلي وقبل اللي يصوم. احب الناس واضح، احب الناس الى الله انفعهم للناس، واحب الاعمال الى الله عز وجل سرور تدخله على المسلم او تكشف عنه كربه او تقضي عنه دينا او تطرد عنه جوعا. ولا ان امشي، سيدنا النبي قال: ولا ان امشي مع اخي المسلم في حاجه، نمشي مع اخي المسلم في القضيه،
أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. فاتقوا الله عباد الله، وكونوا إيجابيين منطلقين بالخير في كل مجال الحياة، معتمدين على الله تعالى، واثقين بعمله. اللهم يا الله، يا من هو في الأرض إله، وفي السماء إله، يا من له علة الوجوه، وذلت عظمته الجباه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من يسمع العبد إذا ناجاه، يا من ليس معه إله يدعى، ولا رب يرجى، ولا خالق يخشى، يا عرب السر والنجوى، يا كاشف الضر والبلوى. اللهم إنا نحمدك حمدا يفوق حمد الحامدين، ونشكرك يا ربنا شكرا يفوق شكر الشاكرين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وصلوات الله وسلامه على نبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ارسله الى كافه الثقلين بشيرا ونذيرا، وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، واخذل اعداء الدين. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الاسلام على يديه، ومن ارادنا والاسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده الى نحره، واجعل تدميره تدبيره، واجعل تدميره تدميره، واجعل الدائره تدور عليه. اللهم اعزنا بالاسلام القائمين، واعزنا بالاسلام القاعدين، ولا تشكو بنا الاعداء والحاسدين. اللهم يا اكرم الاكرمين، يا ارحم الراحمين، اللهم ول علينا خيارنا، لا تولي علينا شرارنا، اللهم ول علينا خيارنا، لا تولي علينا شرارنا، اللهم ول علينا من يخافك ويخشاك ويتقيك فينا يا ارحم الراحمين، ويسعى لمصلحة الانسان والفقير والمحتاج واليتيم برحمتك يا اكرم الاكرمين، يا ارحم الراحمين. اللهم ارحم ضعف اخواننا المسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي اليمن وفي كل مكان تعبد فيه يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعف اخواننا المسلمين، اللهم انهم جياع فاطعمهم، طوفان فاحملهم، مظلومون فانتصر لهم يا قوي يا عزيز. اللهم ارحم الظالمين بالظالمين، واخرج المسلمين من بينهم سالمين غانمين، غافلين فاتحين منتصرين برحمتك يا ارحم الراحمين، يا اكرم الاكرمين. اللهم انا نحمدك حمدا كثيرا على ما انعمت به علينا من الغيث النافع المبارك العميم، ونسالك ان تزيدنا من غيثك النافع المبارك العميم، ونسالك ان تجعله صيبا نافعا، اللهم اجعله سبب رحمه، لا تجعله سبب عذاب، اللهم اجعله سبب رحمه، لا تجعله سبب عذاب، ولا هم ولا غرق ولا بلاء، برحمتك يا اكرم الاكرمين، يا ارحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.